غادي اليوم من الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوصفه سهله مهله، اللي هي عباره عن كيكه، واحد الكيكه بمواصفات جديده. اللي زايد فيها هو انها بلا طحين، كتجي هشيشه ورطبه، وان شاء الله ترضي الاذواق ديالكم وتكون في المتناول ديال الجميع. عندنا هنا المقادير الكينين، هنا عندنا هنا كاكاو، عندنا هنا بيمو، بيمو يعني انا هنا خديت هنريس، تقدروا تاخذوا جولدن ولا اي بيمو اللي بغيتوا نتوما، اختاروا نتوما الرغبه ديالكم. انا خديت هنا هنريس، خديت هنا كاس لا روب ديال السكر سنيده، وكاس لا روب ديال الزيت، جوج ديال الخمارات. انا درت هنا ارزا، هنايا باكيت ديال الفاني، اربعه ديال البيضات، وهنا باش نخدم. وبيان سور غادي نقادها بمولينكس، غادي نجمعها بمولينكس، وانتم غادي تشوفوا الطريقة كيفاش غادي نخدم. بقاو معايا. كما كتشوفوا غادي ناخدو مولينكس، غادي نديرو فيها البيض. بسم الله. درنا فيها اربعة البيضات، غادي نزيدو عليها الزيت، غادي ناخدو قبصه ديال الملح صغيره غير باش تحيد لينا ديك المذاق ديال الزفره من البيض بشويه بطبيعه الحال. غادي نزيدو واحد المعلقه صغيره ديال الخل ضروري. بقاو معايا. شفتوا معانا ضفت الخل، غادي نديرو البيسكوي. البيسكوي ديالنا غادي تطحن مع، غادي نديرو بعدا السنيده. ساشيه ديال الفاني، غادي نخليوه يتخلط بطبيعه الحال مزيان مزيان مزيان. من بعد غادي نحلو هذه ديال المولينات، الباب الغطاء ديال المولينات، وغنضيفو هذاك البسكويت اللي درنا بطبيعه الحال، غادي نضيفو وغادي يتخلط بداك الخليط ديال البيض والزيت والسنينه. دونك بلا ما نصدعكم بالصوت ديال مولينكس، غنخليوها تطحن وغنتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تكون وجد لينا الخليط. ندير تقريبا الكميه ديال المعلقه حتى المعلقه ونص ديال الكاكاو على نتوما والذوق ديالكم. غادي ندير هذا باش يجيني الكاكاو مصفي، ما يجينيش فيه دوك الطويورات. باش يطحن ليا دغيا في المولينكس، ندوزو في هادي. درت انا بالنسبة ليا انا درت معلقة ونص، كيعجبني شوية كتعجبني الكيكة تكون شوية مارة، في التالي غادي ندير معلقة ونص ديال الكاكاو. غادي نعاود نطحن باش الخليط يتمازج معاه الكاكاو. هذا هو
ديالنا المي ديالك على النار كما كتشوفوا حنا خلطناه، غادي نديروه غادي نديروه هنا كيبان لكم هنايا درنا فيه الكاكاو حتى ولات لاباط عندنا كحله واحد المذاق عرفتي هائل. انا دقته غير زعما باقي ما دخل لا فرن لا والو، مذاق لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ويعجبكم هاد تعجبكم هاد الكيكه وتجربوها وردوا عليا قولوا لي كي جاتكم، واش جاتكم زوينه، واش عجبات وليداتكم، واش عجباتكم عجبات العائلات ديالكم. شجعوني نتعلم شي كيكات اخرين ونبارطاجيهم معكم حتى انا ان شاء الله من هنا للقدام. المهم انا غادي نخوي الكاس ديال مولينكس، نخويه كاريمون. الا بغيتوا راه تقدروا تخلطوا هذا الخليط بلا ما تقدروا ما تستعملوش الكاس ديال مولينكس، تقدروا تستعملوا غير الباتور. بالنسبه لي انا كتجيني ساهله ندير كاس مولينكس حيت صافي كتجمع دغيا العناصر ودغيا دغيا كتكون جاهزه. بالنسبه للباتور كياخذ شويه الوقت. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعزلوا البيض بيض البيض مع الصفر ديال البيض وكيبغيو يطلعوا شويه البيض البيض، انا كتجيني ساهله. ما انا كنبغي ندير كيكه بالزربه ما كنبغيش نتعطل فيها، ما كنبغيش ناخذ فيها بزاف ديال الوقت. اما بالنسبه لليتي الحادقات فانتم بطبيعه الحال عندكم الخيار، اختاروا الطريقه اللي بغيتوا ديروا. الوغ قلنا نشدو هاد الشيء نحيدوه من هذا، صافي برك عليه. هاد الخليط اللي خرج لينا هنايا كيف ما شفتوا معايا، هاد الخليط هنا غنشدوه غادي نزيدو عليه خمارة ديال الحلوى. خمارة ديال الحلوى انا غندير جوج، غادي ندير جوج غادي نديرهم غندوزهم في هاد الدوا اللي دوز فيه الكاكاو. مركز عليا غنشدو هاد الشيء غنخلطو مزيان 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 مزيان، لان هادي هي الخميرة اللي غتخلي لاباط تطلع مني ان شاء الله ندخلوها الفران ونحصلوا على واحد الكيكه تكون ان شاء الله لذيذه وتعجبكم بزاف. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. المهم انا غادي نشد هاد الكيكه غنخلطها مزيان 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 مع الخميره ياكو حتى ما يبقاوش دوك انا صفيتها باش ما يبقاوش دوك الكويرات الصغار اللي ما كيخليوهاش تندمج مع لاباط باش مني تجي تدخل الفران تدير الفعاليه ديالها وتعطينا واحد الخليط يكون مزيان وتطلع لينا طبيعه الحال الكيكه. اما الا جينا نديروها من الباكيه لهذا غتولي ما غاديش تجي زوينه، وكيف ما قلت لكم ما غاديش تطلع لكم الكيكه طبيعه الحال. دونك انا غادي ندير هذا الخليط بحال هكا ياك، جو كخوا كو هذا الشيء راه مزيان. صافي ها هي طلعات. بغيتو تزيدو مازال الكاكاو تقدروا تزيدو، انا ما درتهاش كحله بزاف، من نتوما وشهوه ديالكم. بغيتو تزيدو مازال زيدو، بغيتو ما تزيدوش ماشي مشكل. مو انا صافي بان ليا وقيلا نحبس ياك صافي سي بون. دابا غادي ندهنوا المول اللي غندخلوا الفران بزبيده وبالفورس باش نقدروا نديروا فيه الخليط باش ما يلصق ليناش بطبيعه الحال. هادي ان المرحله اللي غنحطوا فيها هذا الشيء غادي نديروه في المول ديالنا. كيف كتشوفوا غنكبوا هذا الخليط كامل في المول، المول اللي دهناه قلنا بالزبده ودرنا فيه الفورس باش ما تلصقش لينا الكيكه ديالنا. دونك هذا الخليط اللي كتشوفوا غنكبوه مع هذا السباتول هذيك راه مزيانه كتحيد كتخلي داكشي كتخلي لكم. مني غادي طيب الكيكه ديالنا غادي نحتاجو الشوكولا مربعات ودانون مسوس وكاسرونه فين غندوبو هذا الخليط باش نقدروا نصايبو اون صوص اللي غادي نديروها فوق من الكيكه. وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نلتقاو بعد قليل. كيفما كتشوفوا معايا هذه هي الكيكه اللي قمنا بالخبز ديالها، كيف ما كتشوفوا هي جات طالعه مزيان. كيف ما كتشوفوا هذا هو الخليط اللي قاديت، هو عباره عن كنا دانون مسوس وعن عباره عن شوكولاته مربعه قمنا دوبناهم بجوج
فوق النار مهيله، حصلنا على هذا الخليط. هذا الخليط اللي غنقومو بغيه هو اللي غادي يزين لينا الوجه ديال الكيكه. نزين قوم التزيين ديالها ونلتقي بكم. فوالا هذه هي الكيكه ملي دهناها رجعت لهذا الشكل. دابا غادي نقطعوها ونشوفوا كي جات من الداخل. فوالا كما كتشوفوا من الداخل هشيشة ولذيذة. بقاو معايا نذوق ونرد عليكم الخبر نقول لكم كي جات بالضبط. هيا شوفي مزيانة مزيانة. كيفما كتشوفو هادي الكيكة ديالنا جات لذيذة رائعة. كنصحكم أنكم تصيبوها في الدار. مقادير سريعة وبسيطة تقدر تصيبو كيكة بحال هادي ليكم ولوليداتكم. وشكرا لتتبعكم، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.